يعني سلمى حكينا بالفقرة الماضية عن طريقة التعليم البعيدة عن التلقين، رح نضل شوي بجو الطلاب لكن رح نحكي أكثر عن التغذية بطريقة صحيحة. وأكيد سلمى اليوم الأمهات كثير بياكلوا هم أولادهم لما بيروحوا على المدرسة، شو بدهم يطعموهم، كيف بدهم يلفوا لهم سندويشات، كيف بدهم يحفظوها بطريقة صح، لأنه مثل ما بنعرف دائما إنه الحفظ بطريقة خاطئة كمان بتسبب مشاكل كثير للطفل. وطبعا كل شيء موجود من البيت ومن مونة البيت، رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع مع اختصاصية التغذية والصحة العلاجية الدكتورة نور مناسترلي. صباح الخير نور. صباح الخير فرح. أهلا وسهلا فيك. بونجور سلمى. بونجورك نور، يسعد صباحك. يعني مثل ما حكينا بالبداية كثير من الأمهات بتحاول تبالغ احيانا شو بدها تبعت مع اولادها على المدرسه لحتى تنقلب الايه بالعكس، يعني بدل ما يصير الاكل مفيد بيصير عم يأذي الطالب بالتفكير والتركيز بالمدرسه. خلينا نحكي عن هي الاخطاء الشائعه. في مثل انا دائما بقوله، كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، فاي شيء نحن بنكتر منه اكيد حينقلب علينا بطريقه كثير عكسيه. كثير امهات يعني بتلجا للحل الاسهل للولد، انه بتضب له اكلات طيبه، شيبس، شوكولا، بتضب له مثلا العصير الصناعي مانه الطبيعي، بيستسهلوا او يمكن مشان الطفل انه يرضوا للطفل. بنقي كثير لانه بدي اكلات طيبه. انا ما بدي ساندويتش، بدي هيك، لا بدي هيك. هذا الشيء كثير غلط. ليه؟ لانه مثلا نحن لما بنعود الطفل على نوع معين من الاكل وخصوصا السكريات والحلويات، فنحن لمجرد اخذنا اول كاسه عصير فنحن عم نخلي الطفل يصير خمول بالمدرسه. يعني نحن عندنا اطعمه هي بتخلي الشخص يا كثير يكون هايبر واكتيف وكثير عنده نشاط ويكون كثير مفوكس ومركز بالمدرسه، وفي اكلات لا كثير بتعمل خمول وتعب عند الطالب وكثير بتعمل كسل يعني ذهنيا، يعني الطفل ما عاد بقى بيركز المدرسة مع الأنسة ومع يعني رفقاته. فلهيك نحن لازم ننتبه على نوع الأكل. السكريات مثلا هي كتير بتعمل خمول، يعني إذا نحن شربنا كاسة عصير صناعي ممكن بعد ساعتين الطفل يكون نعس كتير، حس حاله تعب كتير، بصير جسمه بيطلب سكريات أكتر. فنحن كل ما أكلنا سكريات أكتر كل ما تعب الجسم وكل ما صار عنده الطفل خمول أكتر. هاي بالنسبة للسكريات. إذا نحن كترنا نشويات أو كل شيء لونه أبيض مثل الخبز، مثل المعجنات مثلا، الخبز الأبيض حسنا كل شيء شغلات طيبة. خير تمام. هلأ لكي يعني الأكل طيب بشكل ما في حدا يقول غير هيك، بس في كل شيء مثل ما قلنا كل شيء بحدود معينة، كل شيء في له قيمة معين. فنحن لما بنزيد مثلا الطفل شو بحاجة؟ بحاجة إذا كان بين 4 إلى 6 سنين بحاجة من 1000 لـ 1400 كالوري كل النهار، يعني من اوله لاخره. نحن ممكن نكون عم نعطي للطفل عنا 3000 كالوري و 4000 كالوري ونحن عم نقول يا ربي ليش ابننا عم نسمن، نحن ما عنا عرفانين ما بنعمل شيء. ايه عم نعطيه شيء 10 قطع فواكه باليوم وعم نعطيه سناكس وعم ياخذ من كل الانواع، بس في نوع معين. يعني حتى الاكل الصحي اذا كان كميته زياده عن حده هو ممكن يضر. يعني مثلا الفواكه، نحن الفواكه ما في ام، يعني اشتهيت شوف ام ممكن انه تبعت مع ابنها باللانش بوكس تبعه او انه على المدرسه ما تكون التفاحه مقطعه، دائما نحن بتبعت الام مقطعه صح. هو لا، لازم تكون التفاحة كاملة. ليه؟ لأنه حتى الولد قطعة وصودة هي أهم شيء، بصير لنا أسهل، بتغير لونه وبتفقد كثير من العناصر الغذائية. بنفس الوقت لما الطفل بيعض التفاحة، هي المادة اللي بتطلع أول شيء على اللثة هي كثير بتقوي اللثة، يعني غير إنه هي كفوائدها غذائيا وصحيا، هي لا فيها هي المادة بتقوي اللثة وخصوصا عند الأطفال بين 4 إلى 6 سنين. نحن بدل ما نعودهم إنه ياكلوا شغلات مثلا مثل ما قلنا شيبس وشوكولا، لا بنعودهم ياكلوا خضره، بنعودهم ياكلوا في شيء بيعطي يعني انتي اوكسيدنت، بيعلي مناعه جسمهم، بنفس الوقت بيعطيهم شعور بالطاقه وما بيعمل عندهم هذا الخمول والوهن، وخصوصا بالفتره اللي عم يقضيها الطفل بالمدرسه فتره طويله من 8 الصبح تقريبا للتنتين، يعني هو فتره طويله.
فلهيك نحن لازم نحسب الشغلات اللي بدنا نطعميها. يعني مثلا الخبز الابيض نقلبه لخبز اسمر او خبز الشوفان، لانه بيحتوي خبز الشوفان على الياف كثير عاليه، فهذا الشيء بيسهل عمليه الهضم وبنفس الوقت ما بيعمل بلوك للخلايا الدماغيه عند الطفل. يعني نحن ما بيسكر دماغه للطفل مثل ما بيقولوا لما الواحد بياكل فول مثلا بيوقف دماغه عن التفكير. فنفس الشيء الطفل لما بياكل كميه عاليه من النشويات الكربوهيدرات والسكريات، فينا نستبدل نحن العصائر الطبيعيه بفواكه، لانه دائما الفاكهه هي بتحتوي على الياف وبتحتوي على فيتامينات بنفقد نصها لثلاث ارباعها بالعصائر، والعصائر بتحتوي على نسبه كثير عاليه من السكريات، غير اذا نحن طبعا ضفنا لها، يعني حبينا نتشاطر ونضيف لها عسل فوق الحلو تبع الفواكه ونحط له عسل. انا برايي كرأي شخصي طبعا كثير شربه مهمه أطفال الصبح وكثير أطفال بحبوها هي الكاكاو. الكاكاو بيحتوي على أنتي أوكسيدنت، مضادات أكسدة عالية بترفع من مناعة الجسم، بنفس الوقت الأطفال هن بحسوها بديل لل انه يعني في بدائل غير صحية في منها بالسوق، فلا نحن بنقدر نعملها حليب مع كاكاو، ولو الطفل هو بحاجة لثلاث كاسات حليب كل يوم لحتى ياخذ احتياجاته من الكالسيوم ولا من البروتين. بالنسبة مثلا للحديد هو بحاجة ل 130 ملي جرام حديد، فهو ممكن نحن ندخلها من طريق مصادر حيوانية ونباتية. طب نحن إذا ما قدرنا نعرف شو هي الأطعمة اللي عم نفوتها على جسمه لطفلنا، كيف نحن بدنا نغذيه بطريقة صحية؟ كيف بدنا نطلب منه إنه هو يضل مفوكس ومركز بالمدرسة ونحن أصلا ما عم نعطيه شغلات بتفيد؟ تمام، عرفتي فرح؟ فيعني تمام دكتورة، كلها من الأهل للنهاية، كلها مع الأهل. لو خلينا نشوف بهذا التقرير شو هن العناصر الغذائية اللي ممكن يحصل عليها الطفل من خلال الأطعمة. ما بدنا صعبة كتير، هي كلياتها من مونة البيت، ما بتعتاز يمكن لليستا جانبية أو يمكن الأم تحتار كل يوم شو بدها تطعمي الولد. خلينا نشوف بالتقرير التالي ونرجع أكيد لدكتورتنا. الفترة ما بين 6 إلى 12 عام هي المراحل الدراسية الأولى للطلاب، وأيضاً هي المرحلة الأمثل لمعدل النمو، لذلك لابد من الانتباه إلى العناصر التي يحصلون عليها. يعتمد عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها طلاب المدارس كل يوم على العمر، الجنس، ومستوى النشاط. فوفقاً لجمعية القلب الأمريكية، تحتاج الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 4 إلى 18 عام إلى حوالي 1200 إلى 1800 سعرة حرارية يومياً، بينما يحتاج الأولاد في نفس العمر إلى حوالي 1400 إلى 2200 سعرة. البروتين نجده في البقوليات بأنواع البازيلا، الكربوهيدرات وهي مصدر أساسي للطاقة لطلاب المدارس ومتوفرة في الخضروات والبقوليات أيضاً، الفيتامينات والمعادن والتي قد نحصل عليها من خلال مشتقات الألبان والخضروات الغنية بالحديد كالسبانخ الملفوف السلق والكالسيوم الموجود في الطحينة والسمسم. هي عناصر ممكن تكون موجودة ضمن مونة الكثير من البيوت وممكن تكون وجبة كاملة لغذاء أطفالنا. يعني مثل ما تابعنا دكتورة بعض النصائح لأهم الأغذية اللي هي ممكن تفيد خليني أقول الطلاب أو الأطفال بالمدرسة، خلينا ناخذ كمان ليستا شوي محببة منك، يمكن هيك أفكار تساعد الأمهات، لأنه مثل ما حكيتي كثير الأولاد بيعذبوا أحيانا أمهاتهم بنوعية الأكل. تماما سلمى، مثل ما قالوا بالريبورتاج إنه نحن على السعرات الحرارية من بعد 6 سنين ل 12 سنة هنا بحاجة لسعرات حرارية طبعا أكثر من لما بيكون من الأربع سنين لست سنين، بس هذا الشيء بيعتمد على قديش الطفل بيحرق باليوم. يعني لازم المدخول على الجسم بيعادل او
أقل من الحرق، يعني لازم لحتى نرفع استقلاب الجسم من نحن وصغار أوقات بيعلق الاستقلاب الجسم بعمر معين، فلهيك لازم نعود أطفالنا أنه يكون حرقهم كتير عالي من نحن وصغار. أهم شيء نحن لما بنروح على المدرسة ما نروح، يعني أطفالنا ما يروحوا بدون ما يكونوا آكلين أقل شيء 3 حبات تمر بدل 3 حبات تمر قطعة فواكه. أول شيء بنبدأ فيه أول بريك، لازم يعني أول فرصة عند الطالب إذا كان عنا معنا قطعة فواكه لازم ناكلها بالفرصة الأولى، لأنه ممكن إذا انتقلت للفرصة الثانية وكانت مقطعات تفقد كتير من قيمها الغذائية. أهم شيء بنصح الأهل يفوتوا الشوفان ب يعني أطعمة أطفالهم، لأنه الشوفان بيحتوي على ألياف جدا عالية، بيحتوي على بيرفع نسبة الحديد بالجسم، بنفس الوقت يعني هو بيحتوي على سعرات حرارية أكثر من الخبز، وإنما هو ما بيعلق بالمعدة، يعني هو فوراً بنقدر نتخلص منه عن طريق الجهاز الهضمي. الشغلة الأهم إنه بنقدر نحن نعمل منه أكلات حلو، يعني قد بنشتهي هدول البراونيز والأكلات يعني الشغلات الحلوة، وأصلاً هلأ صار كلها أسعارها غالية، إذا كل يوم بدنا نجيب له للولد منا مصيبة نكبة على الأهل إذا معودين على الأكلات الطيبة. نحن بنقدر نعمل أكلات صحية بالبيت عن طريق الشوفان، بنقدر نعمل كيك، بنقدر نعمل الطابات اللي مغطسة بالشوكولا أو مغطسة أو بتكون محشية بقلبة تمر. أول شيء بنكون عم نفوت على جسمنا شغلات صحية، ثاني شيء ما فيها سعرات حرارية عالية وأخذ تكلفة تمام وأقل تكلفة. كمان نقال بالريبورتاج انه نحن عنا الطحينة، عنا زيت السمسم، طبعا هدول كتير بيحتوا على دهون كتير جيدة نحن بحاجتها لتقوية الذاكرة، تقوية المقدرات العقلية، وخصوصا الجوز. نحن بحاجة تقريبا لطفلنا من 2 لـ5 جوزات باليوم. اذا بتلاحظي انه هي شكل الجوزة على مثل شكل التلافيف الدماغية الموجودة بالدماغ، فهي بتقوي الذاكرة. اذا بنقدر نعود كل يوم يأكل طفلنا 2 لـ3 حبات جوز أقل شيء مع 3 حبات تمر قبل ما نروح على المدرسة بيكون ممتاز. الموز كتير مهم لأنه بيحتوي على مغنيسيوم وزنك. هو الموز بالذات بيعمل عملين للإمساك وللإسهال، وعند الأطفال أكثر من عند الكبار، لهيك هو منيح لحالات الإسهال والإمساك. في عالم إنه يعني في أطعمة أوقات يعني نحن بنستخدمها لحالات الإسهال والإمساك، إلا الموز هو بالحالتين بنقدر نستخدمه، وهو بيقوي كمان عند المقدرات العقلية عند الطفل. بدنا ننتبه كمان شغلة، يمكن معلومة صغيرة بس هي يعني عم نعملها نحن بالبيت وما في بيت ما يعني ست بيت ما بتعملها. أوقات الخبزة بيكون عليها عفن صغير، ممكن نحن نقيم او هي محطوطه برا الخبز برا البراد، ممكن تتعفن شوي على جنب. كثير عالم بشيلوا هاي الطرف اللي عليه عفن وبكبوه بلفوا ساندويش لاولادهم. الخبز بالذات هلا ممكن نعمل هذا الشيء بالفواكه، بس الخبز بالذات نحن لما بيطلع عليه هيدا الفطور او هذا العفن ممكن يسمم الخبزه كلياتها، لهيك لازم نتخلص منها وما نستخدمها لاطفالنا. يعني بتعرفي الاطفال بتكون لسه معدتهم كثير حساسه. بالنسبة للمي، كثير أهل بينسوا يبعثوا مطرة المي مع الولد، لهيك نحن لازم نعودهم ما يعادل تقريبا 1.5 لتر يشربوا أقل شيء خلال النهار، مطرة اللي هي تقريبا 3/4 لتر، لازم ما يرجعوا على البيت إلا ليكونوا مخلصينا. عنا الصبح مثل ما قلنا عنا عدة مشروبات، قلنا كاكاو هو كثير فينا مع الحليب، فينا نعمل كوكتيل اللي هو شوفان مع الحليب مع اي نوع فواكه، فينا نستخدم بالاضافه لهذا الشيء، انا هي الشربه دائما بقول عنها وكثير بحبها هي الليمون مع زنجبيل مع عسل. هلا بفتره المدارس، بفتره الكورونا، بفتره الشتاء كثير بيمرض الاطفال تكتر نزلات البرد، فكتير كمان بتقوي مناعة الجسم. يعني احنا لازم نقوي مناعة جسمنا عن طريق هدول الشغلات الطبيعية الموجودة بالجسم سوري موجودة بالبيت. جسم الإنسان أو جسم الطفل هو كتير حساس، أي شيء بفوت عليه بضل معه مدى العمر، يعني بيعطيه قوة لمدى العمر. فنحن كيف بنأسس بنبني لبعدين. زيت الزيتون هو من الأشياء اللي كتير مهمة اللي بتحتوي على أوميجا 3، مثل بذر الكتان كمان بيحتوي على أوميجا 3 يلي بيقوي من المقدرات العقلية والذهنية. مثل ما قلتي سلمى كمان زيت الزيتون، زيت وزعتر، هي يعني من زمان كانوا أهالينا متعودين عليها، بس كنت أنا شو علقتها
علقت عليكي الخبزه. خبزه الخبزه ما تكون طاقين، والخبزه البيضة الكبيره لا، يكون يا طاق واحد، او انا بفضل انه دائما الخبز نستبدله بشيء فيه الياف للطفل لحتى الامعاء ما تتعود على الكسل من نحن وصغار ويصير عندنا مشاكل هضميه على كبر. أكيد. يعني كمان هي شغلات صغيرة بس أساسية ومهمة طبعاً. فعلاً، وهي الأغلاط يمكن كتير بنشوفها والأمهات ما بينتبهوا لأنه هي ممكن تعمل كل هي المشاكل. إذا بدنا نحكي عن الأمور يلي دكتورة بتحبي تركزي عليها كتير، أنه كل أم معلش تحاول تبعد عنا ربية عليها، ما بدنا نربي أولادنا عليها كمان، شو بتحبي توجهيها؟ كانوا يتركوا الولد، قبل ما كانوا يتركوا الولد على راحته هو ينقي الاكل، انه كانوا هنا يجبروه بالاكل، فنحن هيك لازم نعمل لحتى يعني انا كثير بنشوف بالعيادات انه اطفال بعمر العشر سنين و12 سنه عم يعانوا من حالات امساك شديده، هي حالات الامساك ناتجه عن كسل بالامعاء والجهاز الهضمي نتيجه الاكل الغلط، فانا ما لازم اعودهم على اكلات الفاست فود اللي من السوق، الاكلات اللي مانا صحيه، اهم شغله لازم ندخل العنصر الاخضر، عنصر الخضرة والفواكه لحياتنا. في أولاد كتير هن ما بيأكلوا أي نوع من أنواع الخضرة، نحن لا، قلتها من قبل، نحن 9 مرات الولد ما أكل، العاشرة بده يأكله لأنه ما في خيار تاني. أنا ما ببعت معه مصاري بقول له روح اشتري لي بدك إياه بالمدرسة، لا، ببعت له أنا اللي بدي طعميه إياه بالمدرسة، لأنه أول شيء إذا جاع كتير وما معه مصاري حيضطر يأكل من الأكلات اللي أنا باعتهم معه على المدرسة، فحيلاقي مرة على مرة حيتعود. الشغلة الأهم من هذا الشيء انه نحن بدايه كل سنه نعمل تشيكه لجسم الطفل. اوقات في عنا امراض ما بتظهر، يعني ما بتظهر على الطفل غير اذا نحن حللنا، ونحن ما عنا صراحه ثقافه انه نحن نشيك على حالنا تماما. لازم كل 6 شهور بس اقل شيء سنه، كل سنه نعمل تشيكه كامله. نعم. يعني انا عم بكتشف هلا امراض عند ناس، عند عالم يعني بالعشرينات هن مصابين فيها من هنا وصغار واهالينا مو منتبهين، مثل غده، مثل سوء الامتصاص اللي ممكن يتحول لبعدين لكراون ديزيز، ممكن انه كمان يصير عندنا مشاكل فقر دم اللي بتحول لبعدين يعني امراض يعني فقر الدم دائما بتحول بمراحل شديده كثير لسرطان دم اذا ما كنا معالجينه. فلهيك نحن لنتفادى هي المشاكل بعدين لازم نحن نشيك على حالنا، فأهم شيء إنه نحن ندير بالنا على حالنا، نشيك على أطفالنا بداية كل سنة، ونفوت العنصر الأخضر على وجباتنا الغذائية طبعا. ونحاول ننوع قدر الإمكان. أكيد، يعني نصائح متعددة أخذناها من حضرتك دكتورة نور، بدنا نتشكر وجودك معنا ونتمنى الصحة للكل. شكرا لك. شكرا لك دكتورة مرة ثانية.